أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي، فيقول
بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. السؤال الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح بعدهن طوافون ليس عليكم ولا عليهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم بارك الله فيك إن شاء الله.